paradise. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Let's yes, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Let's yes, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. السلام عليكم. من بعد ما يعني غيكون واحد الفيديو الاول اللي غادي يكون ديال العلمات، وهذا غادي نديرو فيديو ديال سد الدخيله اللي غادي يكون من بعد، يعني عندك من الواد المالح لهنا ما عرفتش 6 كيلومتر من العين لهنا. الطريق باينه وواضحه، غيجلس هنا يعني طونتي دوز النهار ديالو هنا. العائلات الناس كما كتشوفوا كيجيو الناس لهنا كيدوزوا النهار هنا. كاين الدري ثاني ها هو يعني تحط عنده الموطور الطوموبيل الامان. هما الدري جوج دراري مقابلين الشغل هنا، يوريوك فين اختاروا لك شي بلاصه هنا فين تريح دوز النهار. يعني كاينين البلايص هنا باينين على الواد، كاين الواد تنشعو صافي ودوزوا النهار ديالكم وما تمشيوش، بقاو معنا. وصلنا لواحد الكوان اللي انسطالينا فيه باش ندوزوا النهار ديالنا. يعني هذا السد اللي كيجي من سد عبد المومن غادي لسد دخيله، يعني وجينا انسطالينا هنا ندوزوا النهار. كما كتشوفوا الناس حتى هما كيجيو من بلايص بعيده، هوارة تارودانت، كيدوزوا النهار هنا وكيعوموا. يعني الدنيا زوينه ديال العائله 100%، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش اللي يتكلم معاك. كاينين البحيرات هنا ديال الزرعه اللي خاصك جميع انواع الخضره زارعين الناس هنا. يعني تشوف شي واحد خاص قرعه موجوده هنا تدبر على شي واحد من البحيره يعطيك كريعه. ايوا حنا هاد الساعه جالسين وغادي ندوزو النهار، نعمرو البريري التاتاين في الضروب بعدا ال11 النهار هادي. ومن بعد غادي نديرو شي طويجي اللي غادي يكون معتبر ان شاء الله بالحيمات. ما تمشيوش فيه، بقاو معايا حتى يكمل النهار ان شاء الله. واخا داير شي فيديو تصريح يقول لك تحيه للساقي مول البحيره. مول البحيره، البحيره. شوفوا عباد الله، شوف واش كاين فيكم شي واحد يقدر يجي للطبيعه؟ وها قولوا لي تبارك الله ان شاء الله، تبارك الله ان شاء الله. ان شاء الله الا بغى الله كاع المناطق نواحي اكادير غادي نكتشفوهم منطقه منطقه. ما عليكم غير يعني تبقاو ابوني فلاشين، اللي باقي ما تابوناش يدير ابوني فلاشين ان شاء الله. ما قليل اللي كيبارطاجي شي فيديو ديال اليوتيوب كيتبارطاجا. الا ما كان شي فيديو طوب وان شاء الله هذاك الطوب غادي نوصلوا ليه، غنساريوكم المغرب كله. هاد الساعه مع هاد الحجر الصحي غنبقاو في النواحي ديال اكادير، غادي ندوزو منطقه منطقه ان شاء الله. كل سبت وحد غادي نمشيو لشي منطقه، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، باش نوريكم بلايص اللي تقدروا تجيو ليهم الطوموبيل يعني بسميتو الترونسبور اللي عندك، تقدر تجي لهاد البلايص اللي يا سلام الطبيعه. شوف شوف وفينا تلاقى بحال هاد الجلسه منك الواد منك الواد اوليدي. شوف ليا منك الواد وضرب ليا الفطور مع الصباح وضرب ليا الطويجين. انا الطويجين تبارك الله ها هو ها هو. ان شاء الله غادي نديرو فيه شي الحيمات ديال العواشر يكونوا شهوه منهم. يلا تهلاو في ريوسكم وساعة سعيدة كيف القاعدة. تحياتي مول البحيرة. الحياة كما يجب أن تكون. كنتمنى يعجبكم الفيديو. يعني غادي نحبس الفيديو، يعني وصلت العشيه ودوزنا النهار يا سلام. وكنتمنى لاي واحد يجي لهاد سد خيله، يعني كتوصل للدوار ديال سد خيله وكتفوتو بشي 5 كيلومتر بما زدتي بما تلاقيتي بلايص زوينين والطبيعه يا سلام. والطوموبيل توصل، الموطور يوصل، البيكالا توصل، وتقدر طونتي هنا. كاين الحطب، كاين كلشي، الماء ديال الشريب، كاين الساقيه الفوق كدوز. وما تنساوش الله يرحم الوالدين، تخليو بلاصتكم نقيه.